المهدي is a science by team moderation morals. اعتدال أخلاق وسطية. منهاج الأنبياء للوحدة والسلام. السلام منهج الله الأكبر والدين واحد، وأن الدين عند الله الإسلام والسلام، فإن الأديان كلها دين واحد، وما دام الله هو البهاء فيجب أن يبقى الدين هو ما يريده البهاء. فطوبى لكل دعاة السلام بكافة الديانات وتحت شعار السلام نهجنا. ولأجل تنفيذ هذا المنهج القويم علينا أن نسعى جاهدين من أجل الصلاح والسلام والمحبة تحت شعار اعتدال وسطية أخلاق. وفي مبادرة لطيور دعاة السلام التي استلهمت منهجيتها من راعي الوسطية والاعتدال للسلام وتقارب الأديان، ولنرتقي نحو السلام والصلاح بغض النظر عن تعدد اللغات والقوميات في الشعوب، ولأن السلام هو أمل كل الشعوب والديانات، وهو وعد الله سبحانه وتعالى لتحقيق ذلك اليوم الذي تنعم فيها البشرية بالسلام تحت ظل بشارة الديانات المنقذ المنتظر الموعود. ولهذا أطلقت طيور السلام رسائلها بلغات متعددة لتصل لكل بقاع الأرض من أجل إعلان ثورة السلام في الأوطان، ولنبذ كل التطرف والتكفير والعداء، ولتذيب الفوارق بين الإسلام والنصرانية واليهودية، ولنبذ التعصب الديني، ولتتحد بملتقياتها الوحدانية والإبراهيمية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، صدق الله العظيم. فإن حقيقة الوسطية والاعتدال هي خيار السلام الوحيد. فلأجل الوسطية والاعتدال والسلام انبرى الأستاذ المحقق الصرخي الحسدي دام ظله في سلسلة بحوث في العقائد والتأريخ تحت عنوان مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد، ليبين الملتقيات للعالم أجمع من أجل سلوكها للسلام، لتنعم الإنسانية بالأمان والمحبة والوئام، تمهيداً لأمل العدالة والسلام الإمام العالم التقي الوسطي المنقذ المنتظر المهدي عليه السلام. وبهذا نطقت ألسن البراءة رسائلها باللغة العربية والإنجليزية والكردية والتركية والفارسية والفرنسية والإيطالية، بغية وصولها لأطفال العالم أجمع، حتى ننعم جميعا بمستقبل خال من التعصب والإحقاد والتطرف، ولنعيش بأمان. المهدي علم التقوى وسطية أخلاق. المهدي لكل الديانات أمل العدالة والسلام. المهدي is a science by team moderation morals. المهدي for all lunges as we as full hope and justice. المهدي بغامة أين كان داد بربري أشتي. المهدي زانست خواتر ناول بيتي فوشت. المهدي أشين زاري لجوسيتا مودريزيون أتيكا. المهدي إيلاس برانسا ديالا جوستيزيا بيرتو تالير لجوني. المهدي سفر ديالك من دراسيا أتيكا. المهدي الأسبوع ديلا جوستيس بغتالي ريليجا. مهدي بليمي دين دارلك بأتيك بتون ديلرين إكيم. مهدي أدالت وباريش أومودويلة. مهدي علماء تقوى اعتدال أخلاق. مهدي برايهما أديانة أميد عدالة فصل. بادرت براعم السلام واقعا للتقارب في زيارة لكنيسة مريم العذراء عليها السلام، لكي تجسد قولا وفعلا السلام هو منهجنا وتقارب الأديان مطلبنا. وفي وسط أجواء مريمية عذراء وتحت دفء الشموع، أنشد راعي كنيسة مريم العذراء عليها السلام الأب سمعان كلمات ليعبر بها عن تعاطفه وقبوله
مبادرة السلام التي تلفظتها ألسن البراءة بالكنيسة لتطوف أصواتهم بين أعمدتها. ما أحلى أن يجتمع معا بالحب يقول الرب لنا، ما اجتمع باسم اثنان معا إلا وهناك أكون أنا. ما أحلى أن نجتمع معا بالحب يقول الرب لنا، ما اجتمع باسم اثنان معا إلا وهناك أكون أنا. أنبياؤنا هم رسالة واحدة، أنبياؤنا منبع وهدف واحد. هذا ما نسج في فكر الدعاة طيور السلام وتلفظته ألسنتهم. الله سبحانه وتعالى حتى يدلنا للرضوان، يدلنا للجنان، يدلنا الأماكن الراحة والسعادة الأبدية، فبعث لنا أشخاص هم يدلونا. هاي الأشخاص شنو اسمهم؟ الأنبياء. شو اسم الأشخاص؟ الأنبياء. أحسنتم. من ضمن هاي الأنبياء مجموعة كلش كبيرة، أنبياء ما شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى بكل عصر وبكل وقت يبعث لنا نبي حتى ينجينا. منو حافظ أسماء الأنبياء أو بعض أسماء الأنبياء؟ تفضل تفضل. نبي محمد صلى الله عليه وسلم، تفضل. نبي عيسى عليه السلام. نبي موسى. نبي يوسف عليه السلام. نبي إبراهيم عليه السلام. بعد النبي محمد عليه السلام. وفي ختام هذه المبادرة دعا الأب سمعان بأن مستقبل الإنسانية ومستقبل الأوطان مرهون بعقيدة براعم وطيور السلام، وهم مستقبل الجميع وأملهم. دائما تكونون أنت بنشرون هذا الجمال، جمال السلام والمحبة بلدنا العراق. لما أنت بتكونون دائما تعيشون سوا بمحبة، واحد يساعد الثاني، واحد يخلص الثاني، واحد قلب على الثاني، بالحالة شنو؟ أنت بتنشرون السلام.